مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع حلقة جديدة هنشوف فيها كل ما هو جديد على الشارع الاقتصادي المصري ومستقبل الاستثمار في مصر. رايح فين الناس تستثمر فين وتعمل إيه، وإيه الرؤية الاقتصادية العامة في السوق المصري. هنبتدي حلقتنا زي ما عودناكم بمجموعة من أهم الأخبار. هيكون في البداية خبر إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح مصنع من احد المصانع الحربيه في منطقه ابو زعبل. المصنع ده تم استخراج مجموعه من الاسلحه وانتاجها داخله والذخائر المختلفه. دي علامه ان احنا بنتقدم. النهارده احنا لما نصنع سلاح جوه المصانع الحربيه المصريه المملوكه لقوات مسلحه، فده دليل ان احنا بنجاهد في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية. برضو توفير الذخيرة والاسلحة ده هيوفر لنا جزء من العملة الصعبة، ولو تم تطوير الاسلحة دي بشكل معين ينفع ان هي تتصدر، فبرضو تجيب عملة صعبة لمصر. ودي الخطة اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بيها، ان دايما يبقى في حاجات بتحل محل المنتج المستورد، وفي نفس الوقت ينفع انها تخرج للسوق العالمي وتنافس فيه. الخبر الثاني عندنا هو سيادة محافظ البنك المركزي استاذ طارق عامر عمل اجتماع بخصوص مبادره اعاده تشغيل المصانع واعاده جدوله الديون المتعثره. حجم المنتفعين من المشروع 8600 مؤسسه متعثرة مع البنوك، وبيعاد إعادة هيكلة للمديونيات بتاعتها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة لأن في منهم في حدود 800 مصنع بيعاد إعادة هيكلتهم وإعادة جدولة مديونياتهم لإعادة تشغيلهم مرة أخرى. ودي برضو رؤية عامة بنشوف منها كذا اتجاه. الاتجاه الأول هو أن النهاردة في دولة ليها رئيس جمهورية مهتم بأصحاب المشروعات والمستثمرين المصريين اللي جوه مصر، مهتم ان هو يحل لهم مشاكلهم، لان الوعاء الصناعي بيستوعب الكثير والكثير من الايدي العامله، وبيوفر علينا برضو الكثير والكثير من العمله الصعبه اللي بيتم اهدارها في حاله استيراد المنتجات من الخارج. الخبر الثالث عندنا هو هيكون اخر تطورات معرض المنطقه العقاري اللي هيقام في القريه الذكيه في الفتره من 9 ل 12 مارس. المعرض زي ما قلنا لكم بيضم مجموعة كبيرة جدا من المشروعات العقارية اللي بتمثل شكل الخريطة العقارية المصرية وآخر تطورات المشروعات العقارية في مصر في الأماكن المختلفة. مصر في ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها 14 مدينة جديدة على رأسهم العاصمة الإدارية، وهي منارة لمصر جديدة، كوكب مضيء داخل مصر اسمها العاصمة الإدارية. العاصمة مشروع قومي، وفي نفس الوقت هتعمل حل لكثير والكثير من المشاكل الداخلية جوه مصر. برضو المعرض بيضم مجموعة أخرى من المشروعات في الساحل الشمالي، في التجمع الخامس، في اسكندرية، في مرسى مطروح، بحيث ان هو يمثل كل أشكال العقار المتاح في داخل مصر. طبعا المعرض المنطقة العقاري هيكون الدورة دي 38، وبرنامج حوار واستثمار هو الراعي الإعلامي للمعرض اللي هيقام في القرية الذكية. المعرض بيقام تحت رعاية مجموعة من الشركات على رأسهم مجموعة إفرولاند لإدارة المشروعات، ومجموعة نيفادا العقارية، ومجموعة جرين أفينيو، وفي مشروع يتبع شركة درة المهندس أسامة درة وشركاه، مشروع لو جاردان في 6 أكتوبر، وكمان معانا الشركة المصرية للتنمية العقارية بتقدم لنا مشروعات مختلفة في مرسى مطروح والساحل الشمالي، بالإضافة إلى شركة المنصور للاستثمار العقاري، وهي بتقدم لنا مشروعات في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. والمعرض هيضم مجموعة من العروض في خلال الفترة اللي هيتم فيها من 9/3 ل 12/3، خاصة
جدا من الشركات المشاركة في المعرض للسادة زوار المعرض والسادة العاملين في القرية الذكية. هنبتدي حلقتنا النهاردة وهيكون معانا قطب من أقطاب الاقتصاد المصري، أستاذ عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ وبالسادة المشاهدين. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا عندنا يعني الأسبوع ده عندنا شوية أخبار اقتصادية كده غويطة شوية الحقيقة، يعني الوضع الاقتصادي الحالي والوضع الاقتصادي العالمي بيخلي ان في احداث سريعة متواترة كثير الفترة اللي فاتت وبتخلف التوقعات. يعني عايزين نتكلم في البداية على تثبيت سعر الصرف. كل الناس كانت بتقول ان سعر الصرف انه هينزل. اوكي، الواقع ان هو ما نزلش، فاكيد ده له تحليل من وجهة نظر حضرتك وله تحليل اقتصادي. جميل. هو طبعا كان الاجتماع كان مقرر كان يوم الخميس الماضي، مساء، وتم اعلان التقرير اللي خرج من البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف الى 12.5% ل 13.5%، نفس التثبيت اللي حصل برضه المرة السابقة. كانت في مؤشرات بتقول كل ما بيتحسن الاقتصاد ان انا انزل بسعر الفايدة عشان ابدا ازود معدلات النمو وابدا ازود الناس الاستثمارات، تخرج الفلوس من البنوك والناس تبدا تستثمر. لكن هو شاف ان الوضع الحالي الوضع بالنسبه له مستقر. كان بيتكلم ان انخفاض معدلات التضخم في البدايه، ان دايما السياسه النقديه بتبقى مرتبطه بمعدلات التضخم، سواء رفع الفائده او خفض الفائده بيشوف معدلات التضخم عامله ازاي. هو شاف ان معدل التضخم وصل ل 7.2%، فده بالنسبه له مؤشر جيد ان هو يستقر عليه بعد ما كان 8% فانخفض ل 7.2%، مع العلم ان كانت الحكومه مستهدفه 9% وهو البنك المركزي كان مستهدف 9% في بدايه الموازنه، لكن وصل ل 7.2%، فهو شايف ان معدل التضخم ده معدل بالنسبه له جيد، فعلى اساسه ممكن نستقر شويه. كويس. النقطه الثانيه، هو شايف ان معدل النمو كان بيستهدفه، وكان هو الحكومه كمان بتستهدف معدل النمو 5.6% في الموازنه، فهو شايف انه وصل للرقم المستهدف، حقق التارجت اللي هو عايز يحققه ال 5.6%، فشايف ان مش محتاج ينزل دلوقتي بالفايده اكتر من كده طالما وصل للمعدل اللي هو الخاص بيه اللي هو معدل النمو اللي هو وصل له. فقال ان هو في التقرير بتاعه ان انا وصلت للمعدل 5.6% وده معدل جيد، فانا شايف ان في الوقت الحالي نستقر على التثبيت. الحاجه الثانيه، هو كان في ملحوظه ان معدل البطاله كان 7.8% ارتفع ل 8%، فهو برده كان شايف ان ال 8% ارتفاع في معدل البطاله، ال 2% دول الجزء ده اللي زاد بسبب الوضع معين، مثلا في خروج بعض الشركات، في خروج بعض الاستثمارات، لكن شايفه هو مستقر في الوقت الحالي. فدول الثلاث مؤشرات الداخليين اللي هو البنك المركزي استند عليهم. جي نيجي المؤشرات الخارجيه، البنك المركزي استند على المؤشرات الخارجيه، طبعا شاف الوضع الاقتصادي العالمي، كانت في ازمه ما بين امريكا والصين وتباطؤ معدلات النمو عالميا وتباطؤ الاستثمارات العالميه وحركه التجاره، فشاف ان في الوضع الحالي بدات الامور تكاد تكون اهدى شويه، بالاضافه لازمه كورونا. ازمه كورونا في الصين ايضا كان لها تداعيات على الوضع الاقتصادي العالمي، كان لها تداعيات على العمله الصعبه وتداعيات على الصادرات والواردات وتداعيات على حجم التجاره العالميه، لان الصين بتتحكم في جزء كبير من التجاره العالميه. وهنتكلم في نقطه ثانيه دلوقتي، الازمه دي كورونا مثلا وصلت برميل البترول لكام، يمكن هنتكلم عليها لاحقا في الموازنه، فدي كان لها تداعيات. فالوضع هو اتكلم ايضا ذكر في التقرير ان وضع الاقتصاد العالمي وسعر برميل البترول وانخفاض الاستثمارات خلتني في الوقت الحالي شايف ان الوضع الى حد ما مستقر، فابكي على سعر الفايده. طب انا عايز اسالك سؤال. اوكي، هل ينفع نقول، يعني معلش يعني سوري في التعبير، يعني مصائب قوم عند قوم فائده؟ يعني النهارده كورونا اصابت الصين، كويس، واحنا من اكبر الدول اللي بتستورد من الصين، دي حقيقه، برغم ان الفتره الحاليه دي هي راس السنه الصينيه ودي فترة الأجازات عندهم، يعني هم كده بيبقوا أوف تايم في شهر 2، دي فترة الأجازة. لكن ما علينا من ده، أكيد تداعيات الفيروس الكورونا هيعقبها بعد ما يبتدوا يشتغلوا تاني، إن العالم هيبقى واخد بعض حذره من الصين والمنتجات الصينية لفترة، لأن هو مش ضامن المنتجات دي هل هي حاملة الميكروبات أو فيروسات أو لأ. ده بالاضافه ان المصانع لسه ما اشتغلتش كمان بشكل كافي، مش هتشتغل لان في مدن حصل فيها توقف. بالظبط، وهو مش هيقدر يقعد الناس برضو مع بعض لان الميكروب بينتشر بسرعه، ولدرجه ان الاماكن اللي بيبقى فيها بيحصروا المكان ويعملوا له زي حجر صحي كده لوحده والناس ما تخرجش من البيت، يعني البيت المصاب ما يخرجوش منه. دي حقيقه، دي حقيقه. فهل حضرتك شايف ان ده في مصلحه الاقتصاد المصري ان احنا هنقلل الصادرات اللي بتيجي من الصين وهنحل محلها بمنتجات مصريه تملى الفجوة؟ دي نقطة كويسة، وده سؤال كويس. هنا بقى دور
الحكومة المصرية ودور وزارة التجارة والصناعة ودور الغرف التجارية، ازاي نقدر نستثمر الفترة الحالية بعد توقف المصانع في الصين، او حتى لو رجعت تاني فهترجع بماتيريال وخامات عالية جدا هتبقى اغلى من الخامات المصرية، ازاي اقدر اشغل هنا بقى مصانعي واشغل تجارتي ان انا استثمر المبالغ اللي انا بستوردها من الصين اللي تصل 10 و11 مليار دولار سنويا، اقدر ان انا استثمرها ازاي الفترة الحالية في مصر. فعشان كده انا كنت بطالب باجتماع عاجل لوزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ان هم يبداوا يحطوا اجندة واضحة لكل مبنى استورده من الصين، اللي نقدر الفترة الجاية بعد ارتفاع الاسعار وبعد توقف كثيره من المصانع في الصين وبعد الازمه اللي موجوده حاليا، ازاي نقدر نستغنى عن الجانب ده او على الاقل بنسبه نخفض 20-30% وخفض نخفض فمن خلال الصناعه المصريه، وده اللي احنا برضه هنتكلم فيه، ده هو تشجيع المنتج المحلي اللي المفترض نعمل فيه خطوات قادمه. لكن هي نقطه جيده بالذات كمان، يعني حضرتك لو تلاحظ يعني ده برضه يعني حاجه عايز اخد رايك فيها. الفتره القادمه احنا داخلين على 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 ثلاث مواسم، عندنا رمضان، وده طبعا كانوا بيجيبوا فوانيس رمضان والدوله كانت عملت احلال الموضوع ببعض المنتجات المصريه، وعندنا عيد الام وعندنا الاعياد، فطبعا في بعض الملابس والحاجات بتيجي من بره، عندنا فتره مناسبات الفتره الجايه دي كتير. فاكيد لو حضرتك زي ما بتقول اتوجهت القصه دي هتفرق في الموضوع. وعندك الاستيراد، الملابس اللي بنستوردها، السيارات اللي بنستوردها، حاجات كتيره جدا بنستوردها من الصين. ففي المواسم اللي موجوده اللي هي طبيعي ان بيحصل فيها استيراد بكم كبير، بالاضافه الى الحاجات الطارئه اللي بتحصل او الحاجات الاضافيه. فهي لازم انت هنا احنا نشتغل، عشان يمكن احنا كنا بنتكلم، انت ذكرت في البدايه مبادره الصناعه، مبادره الاصحاب المصانع المتعثره، كل ده بتعمله عشان المصانع تشتغل، فلازم بقى فرصتك ده دلوقتي تشتغل. الدولار بينخفض معاك اهو، فيساعدك ان انت تقدر حتى لو بتستورد خامات من بره ما تبقاش تكلفتها عاليه عليك بالزبط. نسبه الفايده منخفضه، وعملنا دعم للصناعه 100 مليار بفايده 10% متناقصه، فايضا الحكومه او الدوله اديتك فايده بتساعدك بفايده ضعيفه عشان تقدر تشتغل فيها. هم ضاخين، البنك المركزي ضخ 18 مليار فانت عندك مبادرات وعندك امور، فانا شايف ان الصناعه ملهاش حجه، الصناعه في الوقت الحالي ملهاش حجه، لازم تشتغل، لازم تشتغل، لان انت بتوفر لنا دولار عمله صعبه وتصدر كمان عشان تجيب عمله صعبه، اضعف الايمان لو ما قدرتش تصدر في الوقت الحالي او تعمل احلال للواردات، ان انت تبقى بتعمل احلال للواردات تخليني ما استوردش، ما تخلينيش استورد بالكثافه اللي موجود بالزبط. يعني انا اذا ما قدرتش اعمل صادرات يبقى اعمل احلال للواردات، اخلي بدل الواردات اللي انا بستوردها بكثافه حضرتك تصنعها لنا هنا بالزبط. فهي دي النقطه، فدي فرصه جيده، وانا يعني انا هطالب في البرلمان باجتماع عاجل ما بين الغرفه التجاريه ووزاره التجاره والصناعه عشان تقف على رؤيه واضحه، لان دي دايما احنا بنفتقد النقاط دي، ان انت ما بيحصل ازمه عالميه ما بفكرش ما بتستغلهاش من ناحيتك، ممكن تفيدك بايه؟ ممكن تفيدك بايه؟ ممكن اعمل اجتماعات، ممكن اعمل معارض، ممكن ابدا اسوق، ممكن ابدا افتح رؤيه جديدة مع دول أخرى، لازم يبقى عندي بدائل، افرض مثلا دي الصين توقفت أنا باخد منها خامات حاجة معينة، لازم يبقى عندي بديل على طول بفكر فيه، فهي دي النقطة، ده فكرة جيدة وأتمنى إنها تفعل من جانب البرلمان. نقطة أخيرة بس هقولها على، هنخرج بره البنك المركزي ولا لسه في البنك المركزي؟ لا ماشي، لا صراحة في بس مبادرتين أتمنى إن هم يمكن أنا هقدمهم باقتراح برغبة للبنك المركزي. عندنا الفايده ما بتنخفض 12% او 13%، الناس اللي بتتضرر اكتر هم اصحاب المعاشات او الناس اللي هو في مرحله سنيه كبيره. فانا كنت هعمل مبادره او هعمل حاجه تتعمل شهاده لاصحاب المعاشات، الشهاده دي نحاول نثبت لها الفايده 15% وفي نفس الوقت تبقى بسن المعاش 60 سنه، وممكن كمان نضم ليها الناس اللي بتطلع معاش مبكر، يعني مثلا الحكومه او حصل حد طلع معاش مبكر 55 57 مش هتفرق، ان هو المبلغ بتاعه ياخد الفايده دي ونعمل له شهاده ثابته بفايده 15%، وبحيث ان الراجل ده برضه خارج في مرحله سنيه محتاج علاج، محتاج مصاريف معيشه زياده، لابد ان هو يستفيد منها هو واسرته، ومش هتفرق ان احنا لما نفيد 3-4 مليون واحد خارج بره المعاش، مش ارقام، زي ما انا بفيد بتوع الصناعه وبفيد بتوع التجاره بمبادرات وبتوصل لرجال اعمال، طب ما انا افيد المواطن البسيط اللي هو يستحق الدعم، اللي هو ما عندوش مصدر دخل، اللي هو ما عندوش مصدر دخل، يعني انا بشيل 3-4% من الفايده اللي بتاع الصناعه صاحب مصنع، وبشيل 10% للي عنده مشروع صغير، مش هاجي ازود 3% اديهم بزياده للراجل صاحب المعاش او اللي على معاش، طبعا مش منطقي. فدي ان شاء الله المبادره دي انا هتقدم بها للبنك المركزي واقدمها في البرلمان عشان نحاول نساعد اصحاب المعاشات، كل ما هيطلع اللي هيطلع معاش مبكر الى ان نصل مرحله الستين وما فوق ذلك. طبعا. المبلغ بتاعه ياخد وديعه ثابته 15% تبقى من البنك المركزي، بحيث ان انا ادعم الفئه دي كلها اصحاب المعاشات. طبعا. ودي حاجه بسيطه بنقدمها لاصحاب المعاشات، ده لسه ما خدوش الخمس علاوات اللي الحكومه مطلعه عينها عشان تديها لهم. طيب الحاجه الثانيه احنا نقطه ثانيه بس طيب مبادره، احنا معانا مداخله.
طب المبادره الثانيه، المبادره الثانيه للمتزوجين، يعني اي واحد يعني بالنسبه لارتفاع اسعار الذهب عالميا يعني؟ لا مش الجواز الثاني الشباب اللي هو بيتزوج حديثا وفي نفس الوقت هيثبت ان هو بيتزوج حديثا هنعمل وديعه للزواج. لو هو مش قادر يشتري شبكه يستطيع ابدال الشبكه، احلال الشبكه بوديعه بنكيه بفايده 15% باسم العروس، باسم العروس، ويستثمروا هذا المبلغ لمدة 5 سنوات بفايدة مرتفعة، ويبقى بياخدوا عائد مادي بيستفيدوا منه أسريا وبيصرفوا على الأسرة. دي برضو مساعدة للشباب اللي هو مثلا بيقول لك بيصرف بيدفع فلوس عشان يجيب الشبكة، ممكن الشبكة تتشال ما تستخدمش وتفضل متشالة للزمن. لا طب وليه نعمل وديعة؟ بس أتمنى أن يكون الشعب المصري يتقبل الفكرة. لو تقبل الفكرة وشافوا أنها فعلا قيمة الشبكة موجودة في وديعة بنكية بفايدة 15% هتساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، مواجهة المعيشة، وبعد 5 سنين يفكوها وياخدوا فلوس هيتصرفوا فيها. وكمان احنا لو الدولار نزل الفترة الجاية هيبدأ اسعار الذهب تنخفض معايا، فيبقى هو برضو بيحمي المبلغ بتاعه مدخراته في شكل ده. دول المبادرتين اللي انا هقدمهم للبرلمان وللبنك المركزي واتمنى ان هم يفعلوا. ممكن ناخد طيب. ناخد بدخلة الاستاذ احمد شيحة عضو شعبة المستوردين. احمد شيحة ده بتاع الصيني كله بقى هو يقول لك عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية. مساء الخير احمد بيه. استاذ احمد شيحة معانا؟ طب احنا نكمل، ممكن يكون اتصال في حاجه، ممكن يكون قطع، ما فيش طيب. مشكله. طيب نروح لنقطه تانية. احنا فاحنا كده خلصنا البنك المركزي، المبادرات بتاعته اللي انا قلتها والاهداف. في نقطه بقى بتاعت انخفاض سعر الدولار، يعني احنا شايفين الدولار بينزل، هل يعني خلينا نوضح للساده المشاهدين، هل الدولار بينزل عشان احنا بقينا بنراجع نفسنا مره واثنين وثلاثه لما بنيجي نستورد بنقول ده محتاجينه وده مش محتاجينه، ده له لازمه وده ملوش لازمه، فده وفر جزء من الدولار؟ هل طيب اوكي رجعت لنا المداخله تاني. اوكي معانا استاذ احمد شيحه عضو شعبه المصدرين المستوردين بالغرفه التجاريه. مساء الخير يا احمد بيه. مساء النور. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. عايزين ناخد راي حضرتك في تعليق عن انخفاض سعر الدولار وتأثير الكورونا على الاستيراد من الصين. تمام تمام. ايه حضرتك شايف انخفاض سعر الدولار ده في صالح الاقتصاد ولا شايف ده علامه ايه؟ 100% صالح الاقتصاد و100% صالح الاسعار و100% صالح المستهلك. تمام. وده مؤشر جيد جدا جدا جدا، بيبعت رسائل كبيره جدا، ومن اهمها ان اي استقرار اقتصادي لابد ان يكون قبله استقرار امني. تمام. واستقرار سياسي. تمام. فالحمد لله احنا يمكن الدوله الوحيده اللي في المنطقه بعد نكبه يناير، الحمد لله بفضل الله احنا الدوله اللي واقفه على رجليها. تمام. والواقفه اللي الحمد لله يعني بكل كيان الدوله متواجده بشكل قوي. تمام. وبعدين الحمد لله والشكر لله يعني الارهاب ما يعني اصبح يعني بنحكي عنه بالزبط. ما كانش بالمسمى اللي احنا كنا شايفينه. بالظبط. ده بيشجع كتير جدا بقى ان الناس تقبل على الاستثمار، وهذا الاستثمار بيعمل استقرار، فعشان كده انت بتلاقي ان الدولار بيرجع لمعدله الطبيعي. تمام. لانه هو ده طبعا مش معدل الطبيعي بتاعه، المعدل الطبيعي اقل من 10 جنيه. بالظبط، لسه بدري على ما نرجع للمعدل الطبيعي. ولكن المؤشرات كلها بتقول ان الفتره اللي كان فيها مضاربات وتلاعب في الدولار وبيع الدولار والكلام ده كله يعني انتهت، والناس اللي كانت مخزنه دولار وبتتلاعب في هذا الموضوع لا خلاص دول تابوا، ما هو الدولار بينزل فما بقالوش لازمه يخبوه يعني. ربنا يصلح. طب انا عايز عليك سؤال، احنا كنا بنشوف ظاهره في السوق المصري بحكم ان حضرتك يعني من كبار المستوردين في مصر. كنا بنشوف ظاهره في السوق المصري ان الدولار لما بيغلى فجاه الصبح تلاقي كل حاجه غليت. ليه؟ عشان الدولار غلي. فيقول لك لا الحاجه غليت عشان الدولار غلي، في حين البضاعه بتبقى موجوده جوه مصر. هو كان بيحسب ثمن البضاعه اللي هيجيبها من بره جديده بسعر جديد فيغلي على المنتج على المستهلك. طب النهارده الدولار بينزل. هي موضوع ان كان الاسعار بتزيد في الدولار فبيزود الاسعار، حتى المخزون بتاعه اللي كان بيبقى موجود عنده. تمام. بيعيد تقييمه بالدولار عشان يحتفظ بقيمه المخزون اللي عنده ويساوي التعاقدات الجديده. يعني انا النهارده عندي بضاعه 100,000 دولار
عايز اخرجها ب 100000 دولار عشان اعرف استعيدها ببضاعه تانيه. بالظبط كده. فلما الدولار بيزيد انا بزود عشان خاطر يبقى راس مالي ما بيتاكلش. تمام. وبالتالي انا بحتفظ. طيب الصوره بقى المنعكسه للناحيه الثانيه. المشكله ان ما كانش الدولار هو الحاجه الاساسيه في ارتفاعات الاسعار. تمام. انت عندك في بعض القرارات صدرت من وزير التجاره والصناعه الاسبق. تمام. اللي كان اصدر بعض القرارات المانعه للاستيراد، ده ادى الى تحكم شركات كبيره جدا كتيره جدا في السوق، وبقت تحط هوامش ربح غير معقوله. يعني انت كان الدولار زاد 120% بعد التعويم، لا لقينا في زادات 250 و300% في بعض السلع، ده بسبب الاحتكار وعدم وجود منافسه، والقرارات المانعه دي هي من الاسباب الرئيسيه مع موضوع التعويم. لما جت الاسعار نزلت في الدولار، الدولار نزل على مدار السنه اللي فاتت حوالي 150 قرش او 160 قرش. تمام. يعني نزول بمعدل 10 ساخ في الشهر. تمام. فده ما بيبقاش محسوس بالنسبه لقيمه الدولار 18 جنيه ولا 17 جنيه، لما بتنزل 10 ساخ ما بيمثلوش هو حضرتك قيمة. حضرتك لما ينزل واضحة ونص في يعني التكلفة. تقريبا نزل 10%. ما هو نزل على مدار السنه. يعني انا النهارده لما ينزل الدولار 1%، يعني المفروض اخر السنه. طب ماشي، لو كلام حضرتك تمام. طب ما هو المفروض بقى اخر السنه الاقي الحاجه رخصت. يا مولانا استناني، ما انا بقول لك بس القصه. تمام. ان هو النهارده انا نزلت 1%، حتى لو خفضت قيمه ال 1%. تمام. ما بيبقاش محسوس بالنسبه للسوق. الحاجه ب 100 جنيه نزلتها ب 99 قرش مثلا. كويس. المفروض بقى ان هي المفروض ان هي على مدار السنه. على مدار السنة هتوصل 90 قرش بقى. بس مش باين، هي بتنزل بس مش باين. تمام. ولكن تحس بيها امتى؟ لما ال 10 12% اللي نزلوا دول نزلوا مرة واحدة. هنا بقى نمسك الجماعة المحتكرين والجماعة اللي هم بيستغلوا الظروف، وتبقى الحكومة تاخد معاهم إجراءات. الناس دي عارف بتلاعب في قيمة السلع. ساعتها هيحللها ويقول لك ما أنا أصلا مستورد بالغالي. لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها سعر غالي. انا اقول لك حاجه، المخزون اللي موجود دلوقتي وحاله الركود اللي موجوده وعدم وجود القدرات الشرائيه بتاعه المواطن. تمام. دي بتخليه ان هو يعني عايز يخلص من السلع اللي عنده باي شكل عشان يجمد راس ماله ويبدا يعمل دوره جديده في الشغل. تمام. فحتى دلوقتي الدولار لو نزل 10 15% الناس عايزه تخلص بالاسعار القديمه او بتخفض من اسعارها وتكلفتها عشان تخسر المخزون، تخلص من المخزون اللي عندها. يعني احنا نتوقع ان شاء الله الفتره الجايه ان السلع ترخص باذن الرحمن ان شاء الله، وما رخصتش بقى يبقى بيتهيألي بقى انتوا لازم جراد. يعني اعتقد ان انتوا لازم في الغرفه تاخدوا موقف بقى. احنا مالناش سلطان على اي تاجر، هي الحكومه هي اللي ليها السلطان الاكبر. طبعا. احنا بس ايه، مجرد ان احنا بنوضح وبنشرح، ولكن هي الحكومه صاحبه القرار في هذا الموضوع. تمام تمام تمام. طيب احنا متشكر جدا لمداخلة حضرتك، وان شاء الله يكون لك معانا لقاء برضو توضح لنا وجهة نظرك في مستقبل الاستيراد بعد الكورونا. يعني هل حضرتك شايف الكورونا دي هتأثر على المنتج الصيني جوه مصر، ولا بعد فترة الاجازات اللي هي راس السنة الاصلية اللي هم اصلا بياخدوها اجازة؟ هو بس الناس مكبروا موضوع الكورونا بشكل طبعًا. كبير. الصين بتبذل مجهود غير طبيعي. طبعا عشان تتغلب على الازمه. يعني لو كورونا دي كانت بؤره في اي دوله تانية حتى اوروبيه ولا امريكا كانت انتشرت بشكل كبير. تمام. ولكن انا اعتقد ان الصين هتقدر تحتوي هذا الموضوع، وبالفعل بدات البشاير المعدل الاصابه مش زي الاول، فاعتقد ان شاء الله يعني دي هتعدي ومش هيبقى في تاثير، لان الناس اللي عايز تستغل تقول لك كورونا وما فيش بضاعه والدنيا مش شغاله. لا، ما بعد الاجازه رجعوا واشتغلوا، وانا متواصل مع بعض الشركات وشغالين كويس يعني. تمام. طب في بعض المناطق اللي هي ما فيهاش اصابات. اللي ما فيهاش اصابات يا عم، انت بتتكلم في، انت عارف حجم الناتج القومي بتاع الصين بيتخطى ال 14 تريليون دولار. طبعا. بتصدر بحوالي 4 تريليون و800 مليار دولار. الصين قاره صناعيه. خد بالك بس. طبعًا. 4 تريليون مش مليار. انا واخد بالي، انا بقول لحضرتك الصين قاره صناعيه مش دوله صناعيه. بالظبط بالظبط. قاره صناعيه. والله نتعشم ربنا يعدي ازمه الكورونا دي اصلا على خير، والامور كلها تبقى ماشيه في الصالح، وفي الاخر المنتج يجي مصر بسعر مقبول بعد الدولار ما ينزل، والمستهلك يقدر ان هو نفسه تتفتح ويشتري. هي دي هي اهم حاجه، الاسعار نزلت هتلاقي المستهلك نفسه. بالظبط، هتلاقي السوق اشتغل. بالظبط بالظبط كده. بالظبط ان شاء الله. ماشي. برضه احنا بندعي ربنا الناس اللي بتستغل السوق والكورونا، والناس اللي هي بتحاول انها تستغل وترفع الاسعار في اي مناسبه، ربنا يبعت لهم شويه كورونا كده عشان يهتموا شويه. لا لا لا، جبال الله مصر. لا، خلينا كويسين من غير كورونا. احنا نتعامل معاهم بمعرفتنا.
الدوله والحكومه والناس المحترمين زي حضرتك يقعدوا معاهم والمواضيع تختلف مع المفاوضات يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. ميرسي يا احمد بيه، شكرا على مداخلتك. شكرا. نرجع تاني، نرجع لموضوع حضرتك شايف زي ما كنا بنقول انخفاض سعر الدولار ده ممكن يعمل حاجات كتير. كويس. طيب توقعاتك كخبير اقتصادي وكعضو لجنه اقتصاديه في مجلس النواب، المردود بتاع التغير سعر الدولار ده هيبان بعد قد ايه على السوق؟ ما احنا مش هنفضل عايشين معاهم، كل ما الحاجه تغلى الدولار يطلع يقول لك الحاجه غليت، ما احنا ما نقدرش نصرف، وبعدين لما يرخص ما حدش ما بتنزلش الاسعار. ما لازم نشوف الفرق يعني. يعني يعني الحكومه لما الدولار رخص المره اللي فاتت نزلت البنزين ايا كانت النسبه اللي نزلها، لكن نزل يعني، انت شفت في فرق أيوه. بعينك ملموس. كويس. لما كان في فرق، حصل فرق في في في, في سعر الدولار، عمل فرق في الموازنه العامه للدوله. الموضوع حضرتك كنت بتتكلم معانا فيه الحلقه تمام. اللي كنت حضرتك ضيفنا فيها، وقلت ان في فرق كذا للمواطن، وبالفعل الدوله اتحركت وفي سلع تموينيه جوه البطائق التموينيه نزلت. تم تخفيضها عشان في فرق في الموازنه. لو في كمان اسعارها تتخفض تاني قريب. طيب هل ده ممكن نشوفه تاني بقى؟ ما انا هقول لك دلوقتي النقطه دي. اولا طبعا تعقيبا على المداخله، التجار للاسف الشديد مش كلهم يعني، في جزء منهم بس الاغلبيه اللي هي الظاهره، اول ما الدولار بيزيد كل الاسعار بتزيد، لان هو بيقول لك التكلفه اللي عندي انا مش عايز اخسر، زي ما عايز اخرج دولار واجيب دولار تاني. لان هو بيشتغل شغله كله بالدولار، بالدولار بالظبط. لما بيجي ينزل الدولار بقى، هنا بقى المشكله، يجي الاسعار هو مش عارف الدولار هينزل تاني ولا هيطلع، فبيفضل متمسك اكتر بالسلع، متمسك بالسعر. يتخيل يقول لك ايه، افرض انا جيت ارخص والدولار راح زاد، فما اعرفش ان انا ارفع السعر تاني. حاجة تانية كمان، في ممارسات احتكارية، في ممارسات احتكارية طبعا. في بعض السلع، الناس اللي محتكرة بعض السلع والمنتجات، مهما الدولار طلع نزل هو مثبت نفسه، يطلع الدولار يزود، يجي ينزل يقول لك لا مش هنزل لما اخلص المخزون اللي عندي. الحاجة التالتة، المشكلة اللي موجودة عندنا، احنا عندنا في سلع معمرة ممكن تبقى على مدى طويل، تاخد فترة 3-4 شهور اللي هي بتاخد فترة الدورة التجارية، والمفروض عدى فترة كبيرة جدا، احنا اكتر من 6 شهور دلوقتي الدولار بينزل. المفترض كان يظهر، اللي ظهر حاجات بسيطه جدا، 2% 3% ارقام لا تذكر، ماكسيمم 5%. فطبعا بالنسبه للاسعار الموجوده طبعا لا، ده بالاضافه الى كمان حاجه تانية نقطه هامه، المستوردين دايما بيحاسبوا اكتر بالدولار الجمركي، الدولار الجمركي بينزل دلوقتي مع الدولار الرسمي، بينزل مع الدولار الرسمي فبقى بسعر البنك المركزي. فانا اللي بحاسب الجمركي ده بيحاسبني في ايه؟ بيحاسبني في القيمه المضافه، بيحاسبني في الضريبه الجمركيه، بيحاسبني في ضريبه ما بعد البيع، وبيحاسبني في الضريبه العامه. فبالتالي المفترض ان كل التكلفه دي بتخف على المستورد، فلابد من الاسعار تنزل. هي النقطه في الجانب ايه؟ التنافسيه. اذا فتحنا مجال التنافسيه الناس دي هتنزل اسعارها غصب عنها. بس هو بس انا في نقطه معينه بحاول بس اديها مبرر للتجار والمستوردين كمبرر، لكن هو مش مقنع بالنسبه للكل، ان هو بيخاف من المخاطره عشان هو كان مشتري بالدولار غالي. لا 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 لا, لا لا ان كان في مرحله ركود في الاسواق، ودي ما نقدرش ننكرها. الكام شهر اللي فاتوا كان في ركود، وركود يسمى ركود تضخمي، الاسعار مرتفعه وفي ركود بالزبط. ولا من الاسعار بتنزل ولا من في بيع وشراء، فركود التضخمي ده كان عامل ازمه في السوق المصري، ودي ما كانتش ظاهره بتبقى موجوده في السوق المصري كتير، يعني دي ما ظهرتلناش غير مثلا من 10 سنين او 12 سنه، وما ظهرتش الفتره اللي فاتت. فالفتره الركود دي خلت الناس يبقى عندها سكات كتير بالزبط. بالاضافه لحاجه تانية، الدولار لما بينزل المستهلك بيتخوف ان هو يشتري، فبالتالي بيزود بيضغط على التاجر ان تفضل السلع مكدسه عنده ما يقدرش يخلصها بشكل كبير. وظهرت اكتر في ازمه العربيات، يعني نزلت 2020 والاسواق موجود فيها 2019 و2018 زيرو لحد دلوقتي. فده معنى ايه؟ اللي كان الركود اللي كان موجود والمقاطعه اللي حصلت والمبادرات اللي هي بوقف الشراء في الوقت الحالي اثرت بنسبه كبيره، فبالتالي خسرت الناس. لقى التاجر نفسه ان ال2020 بيستوردها بقت ارخص من ال2019 وال2018 اللي عنده. فهي عده عوامل، لكن الفتره الجايه مفيش حجه بعد الدولار من انخفض من 17.46، احنا النهارده بنتكلم 15.51، فرق كبير جدا لابد ان ينزل. الدولار الجمركي ايضا انخفض معاه. المفترض يظهر بقى في السلع الغذائيه المستهلكه، الزيت والسكر والرز، الحاجات السريعه، لان في حاجات احنا بنستوردها من الخارج، مفترض ان اسعارها تنزل. هنا بقى دور الحكومه بقى، احنا في قانون حمايه المستهلك حطينا ماده بتسمح لرئيس الوزراء التدخل في تسعير السلع الاستراتيجيه. السلع الاستراتيجيه اللي هي ايه؟ دي كانت اللائحه التنفيذيه هتوضح، اللي هو شايف ان السلع المهمه للمواطن اللي هي بتمس كل مواطن
الزيت، السكر، الرز، الحاجات الأساسية، يقدر رئيس الوزراء يتدخل في هذه الأسعار ويضع أسعار محددة المواطنين يمشوا عليها والتجار يمشوا عليها. كان في مبادرة للسلع الغذائية كان عاملها الرئيس لتوفير سلع غذائية بأسعار معينة، وكانت موجودة في السوبر ماركت الكبيرة يعني في كل حصلت، بس ما كملوش الغرف التجارية فيها كتير صح. بس كانت عامله حركه في السوق. ما يعني فيش مشكله، اي مبادرات تيجي من الحكومه. ما هنا بقول لك ده دور الحكومه بقى، الحكومه تتدخل. احنا داخلين دلوقتي على شهر 3 وعيد الام، يتفتح المعرض ويفتح. انا عايز اسالك سؤال، هم ليه يعني ليه الدوله النهارده الناس بتقول في ازمه ركود؟ هو الناس لما يبقى عندها ركود تفكر في حلول، مش تفضل قاعده في الركود صح؟ الطبيعي يا تعمل عروض على منتجاتك، يا اما تتجه لشكل من البيع الدعائي اللي انت مثلا حاجة مثلا زي المعارض، يروحوا ينظموا معارض او يشتركوا في مجموعة معارض يقدموا فيها عروض للناس، فالناس تبتدي تيجي تشتري فترفع البيع. بدل ما انت مثلا بتكسب في كيس السكر مثلا نص جنيه كويس، اكسب فيه ربع جنيه، بس بدل ما بتبيع 10 اكياس بيع 50 كيس. يعني نظرية الكمية، قلل الربحية وعلي الكمية، فاهم قصدي؟ قول له هرخصك فيه مثلا كذا، ويبقى باكج مثلا فيها 10 اكياس مثلا. ما هي دي فكره، دي فكره جيده. بس زي ما قلت لحضرتك، الركود اللي موجود ركود تضخمي، يعني في تضخم في الاسعار وفي نفس الوقت في ركود، فالاثنين دول ما بيجوش دايما مع بعض. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه، عندنا التجاره هنا، التجار دايما ما بي يعني احنا يمكن اقل دوله بتعمل تسويق ودعايه لمنتجاتها. يعني في دول كثيره التجار لا بيعملوا تسويق ومنتجات ومعارض وكده، احنا عندنا قصور في هذا الجانب. المعارض بتاعتنا قليله جدا، والتكلفه بتاعت المعارض لا، عندنا التجار ما بيدفعوش تكلفه كتير في المعارض. المعارض عندنا مكلفه، التكلفه عاليه. انا اتمنى يكون في نظره اكتر لتكلفه المعارض انها تنخفض بشكل كبير، ويكون في معارض شهريه. في دول بتعمل معرض كل شهر بتعمل معرض بالذات للحاجات الاستهلاكيه، بالذات السلع الغذائيه. ما هو ده دور بقى مين؟ ده دور الغرف التجاريه. الغرف التجاريه، لان هي الغرف التجاريه اللي تستطيع انها تعمل معارض للتجار. أيوة، وهي اللي كده تقدر توصل يعني للمستهلك. ده شغل الغرف التجاريه. طبعا هي تنشط تجارها وتنشط السوق وتساعد المستهلك انه يشتري. وقالوا قبل كده من شهرين ثلاثه ان هنعمل مبادره لدعم المواطن، وان احنا هنضيف مبلغ على البطاقات التموينيه، وان هنقول نشتري بيه المنتج المصري. والغرف التجاريه ما نفذتش، ما يعني عملوا الموضوع والفكره وما نفذوهاش. فهنا دور الغرف التجاريه المفترض انها تتدخل في هذا الجانب. وانا شايف ان احنا دلوقتي في شهر 2، نستطيع عندنا شهر 3 و4 و5 او 4 داخلين على رمضان كمان. مفترض شهر 3 يكون في كثافه اكتر في المعارض. مفترض الاسعار، عايزين نشوف الاسعار اللي هي بتاعت الدولار 15 51. احنا لو استوردنا دلوقتي هيجي في السلع السريعه بتاخد لها شهر 40 يوم بكتير قوي. السلع الكبيره بقى اللي هي السلع المعمره، الغسالات، الثلاجات، واجهزه الكهربائيه، دي ممكن تاخد لها 3 شهور الدوره التجاريه بتاعتها. لكن برضه عدى عليها 3 شهور. انا كنت شايف، يعني انا يمكن اديت مؤشرات قبل كده، قلت يا جماعه مع بدايه 2020 لازم تكون كل الاسعار اتغيرت في الاسواق، واضحه، لازم تكون شفافيه. لكن للاسف ما حدث هذا بشكل كبير، عشان السوق كان راكد، عشان السوق كان فيه ركود وكان فيه استوكات كبيره موجوده. فدي خلت كثير من المستوردين ان هم ما يوصلوش لهذا السعر. لكن الفتره الجايه عايزين المعارض، نقطة المعارض دي نقطة هامة جدا. دول كثيرة جدا معروفة بتسمى دول معارض. افتح معارض وافتح السلع للناس واعمل عروض، شجعهم انهم يشتروا وشجع. وانت عندك قدرة شرائية في مصر عالية جدا، يعني بالزبط. انت عندك في مصر قدرة شرائية. وعلى فكرة احنا اهملنا الاستثمار الداخلي اللي هو استثمار في التجارة الداخلية، يمكن بدأت الحكومة دلوقتي تبدأ تركز عليه. ده استثمار التجارة الداخلية ده مهم جدا جدا. يعني النهارده حضرتك في دول، في محافظات، في ألمانيا المحافظة كلها من الألف للياء قائمة على مركز مؤتمرات ومعارض، وهي البلد كلها عايشة عليه. يعني حقيقة. كلها شغالة على الموضوع، شغالة على هذا المعرض. كلها الأوتيلات اللي هناك بتتحجز من قبل السيزن عشان في معرض كذا في الفترة الفلانية. لو بيخلص المعرض ده الحاجة يفتح معرض لحاجة تانية، حاجة تانية كل شهرين ثلاثة في معرض. الإمارات شغالة كده، والدول يعني الدول بتشجع تجارها في الداخل انه يبيع كمان في الداخل، انها بتعمل لهم دعم للمشاركه في المعارض، مش ان هو يسيبه كده يشترك. ما هو في الاخر عايز ينشط السوق، ما هو منتج كتير هيجيب بضاعه كتير، هيشغل الدنيا كلها هتلف. هي دايره سلك. النقطه دي يمكن اقول لحضرتك حاجه، انا قدمتها للحكومه من 4 سنين، قلت لهم يا جماعه نعمل مدن تجاريه. يعني انا دلوقتي بدل ما افتح الثلاجات هنا والغسالات هنا والتلفزيون هنا، مدينه تجاريه هنلمهم، حاجه شبه شارع عبد العزيز بس كبيره، وجوه المدينه دي هنعمل معرض ليكم، معرض للكل بالظبط. كل شهري الناس كلها المواطنين ينزلوا يروحوا يزوروا المعرض ده، كل واحد عنده منتجات عايز يعمل عليها عروض هيعملها في المعرض، وتبقى بشكل شهري. وهي دي المدينه التجاريه اللي تستثمر في كل محافظه يبقى فيها مدينه بهذا الشكل. تمام ماشي، معانا مداخله هاتفيه بس. اوكي، استاذ صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي.
مساء الخير يا صلاح بيه. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. احنا كنا بنتناقش على حاجه، الناس بتقول في بعض الركود في السوق. ايوه تمام. فاحنا بنقول ما ليه الناس ما تلجاش للبدائل، للحلول، يعني لازم نخرج بره الصندوق ونفكر في حلول. الناس دي لو عملت عروض على منتجاتها وتم تنظيم معارض ليهم، اكيد ان ده هيعمل انتعاش في السوق هيساعد المستهلك ان هو يشتري. ايوه تمام. ف بنقول المفترض ان دي حاجه تبقى ما بين الغرف التجاريه وما بين منظمين المعارض وما بين الدوله، بحيث ان في الاخر كل الاطراف تستفيد، الناس اللي عندها بضاعه راكده تقدر ان هي تخرجها وتبيعها، وفي نفس الوقت الاتجاه الاخر وهو المستهلك يتشجع ان هو يرضى يشتري. انا اقول لحضرتك برضو حاجه في الكلام اللي انا سمعته من حضرتك وسمعته من الحوار اللي بيتم. تمام. الدوله عندها اعباء لا اول لها ولا اخر الحقيقه، يعني تمام. على المواطن، احنا بنقول للمواطن عاوز تزود ادخارك عشان نزود استثمارنا، الدوله عملت بنيه اساسيه، مش احنا لازم مستنيين الاستثمار الاجنبي، ليه ما نتكلمش على الاستثمار المحلي؟ لازم الادخار المحلي يزيد الاول. بالظبط. فالدولة يعني زي ما بتقول هو ما تزعلش مني، هو انت النهارده الاجنبي هيجي يستثمر عندك وانت ما تستثمرش جوه البلد؟ بالظبط. يعني اكيد هيجي ورانا، ما النهارده اذا كان هياخد قطعه كبيره من الكيكه او من الكعكه. بالظبط. يعني النهارده حضرتك يعني يعمل لك مصنع او لا لا لا. الدوله لما عملت مشروع العاصمه الاداريه، ايوه كويس، المستثمرين قعدوا يعني ايه رايحين جايين كده، يعني لما المصريين دخلوا واشتغلوا بقى النهارده في شركات اجنبيه بتيجي بتاخد اماكن عشان تدخل تستثمر جوه العاصمه الاداريه. 100%. انا عاوز اقول بس حاجه، يعني احنا بنيجي نتكلم على التبادل التجاري مصر والعالم او بين يعني احنا بنتكلم في نقطه في منتهى الاهميه، ان مصر انت تشجع رياده الاعمال، تشجع الصناعه الصغيره. اذا هذه الصناعه الصغيره هتقوم بدور، يعني انا سمعت حالا دلوقتي بتقول اين دور الدوله اللي هو ممثل في الغرف التجاريه او في نقابات التجاريه، المرحبين التجاريين الموجودين في سفارات مصر في الخارج، كل ده دور. حاجه بقى فوق الكلام ده، في حاجه دلوقتي اسمها التجاره الالكترونيه، يعني انا سمعت نعمل معارض والدوله تساهم، هو مش لازم اروح واعمل معرض وبين السلع، انا ممكن اصدر الكلام ده عبر النت، ده في لحظه بيكون موجود في كل دول العالم. انا كنت في مؤتمر في الشرق لسه راجع منه امبارح، الناس بتتكلم على ان في شركه اوبر دي وكريم لا تمتلك سياره، ما عندهاش سياره، وكل شغلها بس دي حضرتك هقول لحضرتك لا معلش، بص حضرتك دي اسمها تجاره التكنولوجيا. دول بيعملوا بيتاجروا في السوفت وير، هو بيعمل بروجرام بيشتغل على الموبايلات يقدر انه يستثمر في اي حاجه. انا يعني انا مش لازم انا مش هشتري ثلاجه من على الموبايل. ايوه مش لازم اروح للسوق واعمل معرض كل اسبوع او كل شهر زي ما حضرتك بتتكلموا. انا ممكن اعمل وانا معمول يعني حضرتك مثال بسيط من خلال النت او من خلال لا مثال بسيط، هو النهارده مثلا مكان زي 6 اكتوبر كويس فيها مجموعه مصانع كبيره جدا وعندهم منتجات تمام. أيوة. يعملوا مجمع لمنتجات مصانع 6 اكتوبر، يبقى انا لما اروح الدوله قالت هذا الكلام يعني 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 لا ده مش دور الدوله، ده دور المستثمرين. لا يا حبيبي، الدوله قالت هنعمل في كل محافظه مركز تجاري يلم هذه السلعه اللي هي السلعه الرئيسيه. تمام. الكلام ده اتقال السنه الماضيه في ظل الطفره اللي احنا ماشيين بيها. قال مش هيبقى لازم القاهره بس هي المراكز التجاريه الكبيره، ده هيتعمل في كل المحافظات. لا موجود. تمام. بس هو المهم انا بتكلم ان انا المشكله اللي عندي فين؟ انا عندي عاوز اشجع الناس على انها تشتري وعاوز ابيع بره، وانا بقول يا اخوانا حاول تظبط الاستهلاك شويه علشان اعمل ادخار، الادخار يجيب استثمار. هي دي المعضله اللي بنتكلم عليها. لكن موضوع التبادل التجاري، موضوع المعارض التجاريه، احنا بنشارك في معظم المعارض، لكن المعارض مكلفه والمعارض عاوزه دعم من الدوله وعاوزه دعم من السفارات المصريه. حضرتك بتتكلم عن المعارض الخارجيه؟ الخارجيه والداخليه. لا حضرتك المعارض الخارجيه مدعومه لدعم الصناعه، في اكسبو عندهم برامج تمويليه بيمول لحد 40% من قيمه المشاركه في الخارج، وده فند جاي من بره، هو ما بيدفعوش من عنده. لكن احنا بنتكلم على الداخلي بقى، فين بقى الداخلي؟ الداخلي اللي اتقال العام الماضي من خلال محافظي كل محافظه
مع وزير التجارة الداخلية قال هنعمل معرض دائم مستمر بالزبط. في كل محافظة، وبالتالي الناس مش هتكتب لازم تيجي القاهرة، لا ده هيبقى في كل مركز في كل محافظة، ده بنسميه المركز التجاري الكبير اللي بيتجمع فيه كل التجار. ده نفس اللي كان بيقوله سيادة النائب عمرو الجوهري دلوقتي معانا. ده اقتراح اللي انا قدمته من اربع نفس سنين. نفس سيادة النائب عمرو كان قدمه في مجلس النواب من اربع سنين الاقتراح اللي حضرتك بتقول عليه ده فعلا. هو ده يبقى الاقتراح دوت مشي في طريقه السليم، بدليل ان وزيع السنه الماضيه ان كل محافظه هتعمل مركز تجاري، وده نشط المحافظه نفسها، نشط حركه التجاره في المحافظه، ينشط حركه المبيعات في داخل المحافظه زي مدينه الاساس اللي الرئيس راح افتتحها في دمياط داخليا يحصل خارجيا. بقول لك زي مدينه الاساس اللي الرئيس راح افتتحها في دمياط. ايوه بالظبط كده. بالظبط هو ده نفس الشكل، يعني هو ده الشكل ان يبقى فيه مجمع للمنتجات للصناعات. بالظبط كده. اذا تم الكلام دوت، وده ما كانش موجود قبل كده على فكره، ده يخلق من كل محافظه مركز تجاري فيما ايه هي تمتاز به من سلع وخدمات. ودوت مع الصناعات الصغيره ورياده الاعمال والكلام ده كله هيبقى البدايه للتصدير للخارج على فكره. المشكلة بقولك بتاع الصناعات الصغيرة انه يقولك اعمل لي حاضنات والمشروع فشل ومش عارف. انا الصناعات الصغيرة كانوا بيعملوا لهم الاول، كان في مجمع كده جوه مركز المعارض المصرية جوه. أيوة. جوه ارض المعارض المصرية اللي على أيوة. طريق صلاح سالم كان. أيوة. في مبنى كامل للصندوق الاجتماعي للتنمية. أيوة. وكانوا بيعملوا لحد دلوقتي، بس هو المعرض بقى يعني موجود المكان ده بتاع الصندوق اللي هو دلوقتي بقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالظبط كده بيعملوا لهم في معارض عشان يساعدوهم يشتغلوا. وانا روحوا اكتر من مرة بنتعاون معاهم يعني. بالزبط. لكن كل حاجة التفعيل بقى معناه ايه؟ ان الكلام كله الكلام احنا بنقوله ينزل لارض الواقع. بالزبط. يعني انا سمعت الكلام بتاع اللي قلت حضرتك عليه من دقيقة ده بتاع كل السادة المحافظين اعلنوا في وجود السادة وزير التموين العام الماضي، هل الكلام ده اتفعل؟ لا ما اعتقدش انه اتفعل، لان لو اتفعل كانت الحلقه النهارده خدت منحه تاني. مش ازاي ان انا اعمل معارض واشجع البيع، ازاي انا اخرج بره بقى من داخل المحافظه الى الخارج. بالظبط. وده اعتقد ده المشكله او المعضله اللي هتقابل مصر الفتره القادمه. لكن التجاره الداخليه في مصر بعتبرها عاليه. انا سمعت كلمه ان في تضخم في ركود، وده معروف من زمان فيما يعرف التضخم الركودي. طيب. ان انا بعمل زياده في الانفاق لكن في نفس الوقت عدد العاملين بيبقى قليل، يعني في زياده في الاستثمارات وزياده في الانفاق لكن حجم التسويق قليل. النهارده لا، النهارده حجم التسويق ما شاء الله عالي، واحصاءات رسميه ان معدلات البطاله انخفضت. فانا عندي التضخم الركودي بالمعنى اللي قالوا عليه في النظريه الكنزيه مختلف شويه عن المعنى اللي احنا مطبق عندنا، يعني ما عنديش بطاله لكن عندي عدم رواج في المبيعات. تمام. هو ده المشكله اللي عندي، ازاي انا وتلاقي محلات كتير قوي يقول لك انا ما بشتغلش، يعني مفيش شغل، لان هو حجم المبيعات عنده قليله. ليه؟ انا عندي بمر بمرحله اقتصاديه في غايه الصعوبه. تمام. كل الاسعار زادت وفي نفس الوقت مرتباتنا زي ما هي. يعني بدأ الدوله والنخبه القياده السنه دي تتكلم على ازاي نبدا نزود الاسعار احوال الناس. تمام. لكن التضخم اللي حصل 48% مع تعويم العمله في 3/11/2016 ما لسه احنا بنتدارك فيه، هياخد وقت شويه لحد ما. ايوه انا بقول لك الوقت اللي هياخده دوت هو ده اللي انا بحس فيه ان انا ايه دخلي كله بيصرف على الاكل. لسه السيد طلال ابو غزاله الرئيس شركة المحاسبة الكبيرة العالمية المالتي ناشونال دي بيتكلم بيقول الاقتصاد المصري هيبقى ثالث اقتصاد على مستوى العالم. بس طبعا. كل المشكلة الموجودة ايه؟ ان حجم السكان كبير ودخولهم ما زالت قليلة. لما يحصل النمو اللي هو ان شاء الله نعدي الخمسة ونص ونوصل للستة في المية يبدأ بقى النخبة تقول ابدأ وزع ثمار النمو دي. اما يجي لنا دخل ويجي حاجة دخل مع انتاجية عالية يبدا نشعر بنوع من الانتعاش، هو ده النمو. تمام. لكن ما زلنا حتى الان احنا في المرحله اللي هي ايه؟ لسه الثمار ما جاتش. بالظبط. لسه. بالظبط. ان شاء الله نتعشى بيكون الجاي احسن. وطبعا احنا شاكرين لحضرتك جدا على مداخلتك والمعلومات اللي حضرتك افدتنا بيها احنا والساده المشاهدين. شكرا يا دكتور صلاح.
نرجع امر بالبحر. هو طبعا زي ما قلت لك التجاره الداخليه، يمكن انا وزير التموين والتجاره الداخليه حاليا كان معانا في اللجنه، كان زميل في اللجنه الاقتصاديه، يمكن انا طرحت عليه المشروع في البدايه بحكم ان هو كان زميل، ولما قدمته لمجلس الوزراء طرحت قلت احنا لازم كل محافظه نعمل فيها مدن تجاريه، مدينه تجاريه، واكثر على حسب حجم المحافظه كمان، محافظه زي الاسكندريه، محافظات الكبيره، اسماعيليه، السويس، مدن القناه، شرم الشيخ والغردقه. زمان كان في حاجه اسمها معرض اسكندريه الدائم، كان وانت داخل في مدخل اسكندريه كده قبل البوابات عند منطقه اسمها ابيس، كان في مركز معارض كبير جدا كده، كانوا حتى بيعملوا فيه حاجه اسمها معرض زراعي، مكان كبير جدا يعني، مع انها كانت فكره قديمه بس ما تمش، ما فيش تطوير. للاسف الشديد التموين نسي التجاره الداخليه، انشغل ببطاقات التموينيه وانشغل بالاكل والشرب وساب التجاره الداخليه. يمكن التجاره الداخليه دي كانت عايزه، يعني مش عايزه اقول وزارات لا، بس عايزه واحد مختص للتجاره الداخليه. اعتقد كانت لو مفصله كانت احسن، كانت الخارجيه لوحدها والداخليه لوحدها. التجاره الداخليه دي لوحدها حجم استثمار مهول طبعا. في نفس الوقت بتوفر فرص عمل كتير، انت لما بتعمل هايبر ماركت شوف بتشغل كام واحد في الهايبر ماركت، وورديه وترم شفت اول وشفت تاني شفت تالت، فانت عندك فرص عمل كتيره، بتزود استثمارات، بتعمل تنافسيه، بتنزل اسعار للمواطن. فطبعا لا، موضوع المعارض عايزه شغل كبير، وعايزه لو تم تطبيق فعليا فكره المدينه التجاريه هتدعم بشكل كبير جدا، وهتنزل كمان السلع الكهربائيه، الاجهزه الكهربائيه، الحاجات اللي مثلا الحاجات اللي بتكل بتمس جميع المواطنين. اتمنى انها تفعل الفتره الجايه. انا زي ما قلت لك بقالي 4 سنين مقدمها، لكن الى الان ما حصلش فيها تفعيل جيد، بدات استثمارات بسيطه تيجي، المصريين كمان ممكن يستثمروا في هذا الامر. طيب حاجه تانية، احنا دلوقتي عندنا داخلين على 30/3 المفترض الحكومه تقدم لنا الموازنه الجديده. ايه رؤيه الحكومه في موازنه 2021 2020 2021؟ الحكومه بتستهدف خفض الدين العام لارقام يعني توصل ل 80% من الناتج الاجمالي المحلي، تستهدف معدلات نمو تتخطى 6%، بتستهدف كمان الناتج الاجمالي المحلي ان هو يزيد بنسبه كبيره جدا. اهم حاجه بقى اللي احنا عايزينها او المواطن عايزها ايه؟ الناتج المحلي لما يزيد معايا ازود بقى الدعم بتاع الصحه والتامين، الصحه والتعليم، دول المهمين جدا. 3% بتوع الصحة وال 4% بتوع التعليم يرتفعوا معايا مع الناتج الإجمالي المحلي، كل ما الناتج الإجمالي المحلي بيزيد بتزيد النسبة بتاعتي اللي أنا بطلعها. حاجة كمان، أنا شايف الشارع المصري دلوقتي بيهتم، عنده مشاكل كتيرة في المحليات، يعني أنا عايز المحليات دي برضو لازم إعادة هيكلة للمحليات، محليات كل مشاكل المواطن بتتنحصر في المحليات، سواء في النظافة، سواء في الإنارة، سواء في رصف الطرق، سواء في الخدمات اللي بتتقدم للمواطنين. يمكن انا طلبت محافظ القاهره قلت له وهكلم وزير التنميه المحليه لازم يبقى في خط ساخن لكل حي يتواصل بيه المواطن، لان المواطن ما بيعرفش يوصل للحي. وللاسف الشديد هناك ناس، يمكن هم بيزعلوا من فساد المحليات، هناك ناس كسر جدا، في ناس كويسه، في ناس وحش، في ناس بتاثر عليا على المواطن ان هي ما بتظهرش الشغل بتاعك من خلال اللي هو بيتقاعس عن العمل، مش عايز يشتغل، مش عايز يؤدي دوره. فدي حاجات كتيره جدا لازم نظره للمحليات بشكل كبير جدا، المخلفات اللي بتحدث في الاماكن، العشوائيات، الاناره، كل الناس بتشتكي من الاناره في الطرق، كل الناس بتشتكي من الشوارع المكسره، كل الناس. يمكن انا طلبت ايضا المحافظ القاهره ووزير التنميه المحليه ان ما ترصفش شارع غير لما تشكل لجنه من المحافظه تنزل تشوف الشارع ده يستحق رصف ولا ما يستحقش، لان هم بيهدروا اساسا اموال الدوله ساعات في شوارع ما تستحقش الرصف وينزل يرصف، وبعد ما يرصف الشارع تيجي شركه الكهرباء تقوم مكسره الشارع تاني، تيجي شركه الكهرباء تخلص تيجي لك شركه الميه تكسر الشارع تاني وهكذا. وقلت لهم ايضا ما فيش شارع يتم رصفه الا بالعوده لخمس شركات ميه وكهرباء واتصالات والتليفون، عشان ما نقعدش اهدار المال العام. الحكومه في الفتره الجايه هتعمل زياده في الاستثمارات الداخليه هتتخطى ال 200 مليار جنيه، الاستثمارات دي عشان تعمل فرص عمل، عشان تعمل تطوير في المدن، تعمل تطوير في البنيه التحتيه، اتمنى انها تستثمر بشكل جيد. دي رؤيه سريعه عن الموازنه الجديده. عندنا حاجه مهمه قوي هتفيدنا، اوكي البرميل البترول في الموازنه اللي فاتت كان 67 دولار، النهارده برميل البترول 58 دولار، فدي عندنا 9 دولار فرق المفترض يبقى معانا رينج كويس الفتره الجايه. الدولار بيفرق معانا 4 مليار جنيه، فاحنا عندنا جزء جيد جدا. الحاجه الثانيه، الدولار في الموازنه 17.46، الدولار حاليا في الوقت الحالي 15.51، ده ايضا رينج معانا. ده هياثر معانا في ايه؟ هياثر معانا في باب المصروفات، هياثر معانا في باب الدعم، باب الدعم 327 مليار جنيه، مفترض ان الدعم ده هيتخفض تكلفته، رغيف الخبز مفترض التكلفه بتاعته تقل، الزيت والسكر اتكلمنا فيه. عشان كده حاجه اخيره بقى،
طالما احنا هيبقى عندنا فائض ال 56 مليار جنيه اللي خرجوا من دعم المحروقات في العام الماضي ودعم الكهرباء، نزود بطاقات التموينيه من 50 ل 100 جنيه هتدينا 18 مليار جنيه، نزود دعم تكافل وكرامه 200 جنيه زياده لكل اسره هتوصل معانا 5 مليار جنيه، الحسبه دي مش هتعمل 22 23 مليار جنيه، هتخف على المواطن شويه. حاجه ثانيه كمان لو الدوله قدرنا ويمكن نتكلم فيها، نرفع المرتبات 10%، مش هتكسر مش هنخسر حاجه، بالذات الاطار العام للمرتبات ضعيف جدا في ظل الوضع الحالي. لو رفعنا المرتبات انا اعتقد هيعمل تحسن شويه. حاجه اخيره، المعلمين بيشتكوا دايما من موضوع ان هم بياخدوا حوافزهم على 2014 على مرتب ثابت 2014، دي محتاجه نظره من وزير الماليه، لابد من تعديل الخدمه المدنيه في هذا الجانب، لابد ان الناس دي تاخد الحوافز بتاعتها على 2019. حاجه برضو اخيره، العلاوات الخمسه عشان كل الناس منتظراها، العلاوات الخمسه في قانون حاليا في لجنه القوى العامله خلاص على شكل على وشك الانتهاء منه، والحكومه اقرت مع البرلمان القانون ان شاء الله هيصرف العلاوات الخمسه لاصحاب المعاشات اللي هم فعلا اتاخروا احقياتهم فيها، وقريبا جدا بعد التصويت عليه في البرلمان والتصديق عليه من مجلس الدوله والحكومه نهائيا هيتم صرف العلاوات الخمسه. بس دي اخر طبعاً حاجه. طبعاً اشكرك. طبعا احنا سعداء والله بقعده معاك، بس المشكله ان احنا وقتنا خلص، بقالنا تقريبا يعني شويه دقايق. مفيش مشكله، بس بسيطه يعني. طبعا احنا سعداء بوجود حضرتك معانا. مفيش مشكله، اشكرك. طبعا بنتقدم لك بخلاص الشكر على وجودك معانا. اشكرك. وانت دايما يعني بتسعدنا وبتسعد الساده المشاهدين. ميرسي. اشكرك. بالمعلومات اللي بتديها لنا. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده معاكم من برنامجكم حوار واستثمار. الى ان نلقاكم السبت القادم التاسعه مساء، نترككم في رعايه الله.